أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة وردت حول الجماعات المعاصرة والأحزاب المتفرقة، ويسألون عن حكمها وعما يعصم المسلمين عن الوقوع فيها. يعصم المسلمين عن الوقوع فيها لزوم جماعة أهل السنة والجماعة التي على الكتاب والسنة، هي هو الذي يعصم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعات المخالفة يتركها، تفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فلا نجاة إلا مع هذه الفرقة، والبقية في النار، إما لكفرهم وإما لضلالهم وإما لمعصيتهم وبدعتهم، تفاوتون في النار والعياذ بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.